شغل دماغه كان من امبارح بدل ما تعرف حضرتك؟ تعرف حضرتك؟ محمد، ايه الادوات اللي بتستخدمها في صناعه الفوانيس؟ الخامات اللي بنستخدمها في صناعه الفوانيس صفير، ازاز، ازير على رصاص، مواد كده بتساعد على اللحام، زيت الكونيه زي ما انت شايف كده. يعني المواد كلها طبيعيه؟ المواد كلها خامات، كلها صناعيه وحاجات كده احنا بنجيبها نستعملها نسيح عليها حاجات مواد تانيه كده. شغال في الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ شغال في الشغلانه دي بقالي 7 سنين كده. 7 سنين؟ اه. بتحبها؟ طبيعي، يعني انا ما بحبهاش ما كنتش فضلت فيها لحد دلوقتي. بحب اعمل فوانيس. شغال طول، بتشتغل طول السنه ولا بتشتغل الوقت اللي في رمضان بس؟ بشتغل طول السنه. في رمضان بنام في البيت. لا والله. اه والله. عشان انت بتاع جمله بس ولا عشان احنا بنوزع جمله وكده يعني احنا الشغل اللي بنفضل نعمله طول السنه بيطلع للناس في شهر رجب وشهر شعبان. في رمضان بتاخد اجازه. في رمضان باخد اجازه. تمام ماشي شكرا. احنا عايزين نعمل معاكم اي واجب طيب. ربنا يخليك. لسه مش شاي حاجه ساعه. انتوا شرفتونا. اسمه عبد المنعم. يعمل بفلوس من منذ طفولته. أجزاء البرنامج ده بيس. إن شاء الله. القرار اتطبق. ربنا يستر والكاميرا ما تتحرقش. على فكرة لو سمعت في عبد المواسم هتلاقي الراجل ده.